في فن علم النفس وانماط الحياة، مصيبتك طلع وراها فائدة، لا ينتثر فكرك على كذا اتجاه الخصخصة. فن العقول الرائدة وانساد من حولك شعور الاشتباه، خذل شعورك منطقة محايدة، الثقة سقف العقل والناقص ذكاه، من حسسك بن في حاجة زايدة، والابداع ما هو لعب شد الانتباه، على حساب الغاء فكره سايدة، والضيق ضيق الأفق وكظام الشفاه، وفهم الحياة على أنها مزايدة، أفضل وسيلة للسعادة والنجاه، سهلة على الراغب ولاهي كايدة، توحد الله صدق وتقيم الصلاة، وجعل الفواحش عن حدودك نايدة، وتكف يدك وتحمد الله على الغناه، وتخشر هنودك معك فالمايدة، ولا تخاوي لا شيوخ ولا رعاه، خاوصدق تفكيرك وفرايدة، والشيخ من تواضعه يسبق عطاه، يتعودون الناس من عوايده، والحب ذروة كل شيء ومنتهاه، ومحلى من وضوحه سوى مكايده، يبكي الرجال يبحث خفاه، ويعلمه شرح الحظوظ البايدة، واللي يحب أحد أمه في مستواه يبطي عينه بالمدامع جايدة، يوجد حال الشاعر ويمه وباه، وجود من هاوش الخوه وصايده، اللي أتمنى أعيش وتوفى معاه حتى في عيده ما قدرت أعايده، الحزن طاقة للدعاه وللطغاه، وأنا طلعت من الجروح بفايده، إن لم تزد شيئا على هذه الحياة فتأكد أنك أنت حاجة زايده.